تسوي السفر. دونك اولا سنقوم بسحب الدلة الاول، دونك الدلة بي سي والدلة بي بريم سي بريم متقيسان. سنقوم بانشاء زاوية تقيس الزاوية بي. سنقوم الان بانشاء زاوية تقيس الزاوية سي. بعدها سنحصل على المثلث، هذا المثلث اسمه ابريم بي بريم سي بريم. الان عن طريق هذه الزلقه سنوضح بان المثلثين ابي سي وابريم ابي سي وابريم بي بريم سي بريم هما مثلثان متقيسان. دونك لاحظوا اذا قمت بسحب المثلث ابي سي ووضعته فوق المثلث ابريم بي بريم سي بريم فانني احصل على تطابق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك في هذه الحصه دونك كما ترون هذه الصوره هنا، دونك سنهتم بإحدى حالات تقايس المثلثات، دونك ليزوميتري دي تريونغل. مثلا هنا لدينا المثلث ABC والمثلث RUE. دونك نلاحظ أن الزاوية A التي ملونة باللون الأزرق تساوي الزاوية أو تقايس الزاوية U الملونة كذلك بنفس اللون، وقياس الزاوية C كذلك يساوي قياس الزاوية E. دونك هنا لدينا زاويتان والضلع المحصور بينهما، زاويتان والضلع المحصور بينهما أو الضلع المحاذي لهما. يقيس على التوالي أو يقيسان أو تقيسان الزاويتان تقيسان على التوالي زاويتين من المثلث آخر والضلع المحصور بينهما. دونك هنا سنستنتج بأن المثلث ABC والمثلث RUE هما مثلثان متقيسان يعني قابلان للتطابق. دونك خلال هذه الحصة سنقوم على برمجة هذه الخاصية عبر بطبيعة الحال عبر الجيوجبر. دونك في هذا الفيديو ولأول مرة على هذه القناة سأقوم بإعطاء جميع المراحل التي تساعدنا على إنجاز هذه البرمجية. دونك سبق لي أن أنجزت برمجية مشابهة لها لكنها تعتمد على خطوات يعني أكثر صعوبة، وفي هذه البرمجية سأعمل على تبسيط المراحل أو إعطاء صيغة أخرى لهذه البرمجية. دونك اولا هنا ساحتاج الى محاور، دونك المحاور المحور الافقي والمحور العمودي، يعني ساحتاج الى هذا المعلم فقط لانني ساقوم بانشاء مثلا النقطه هنا خارج هذا المعلم يعني غير مرتبطه بالمحور، يعني لا توجد على المحور الافقي او على المحور العمودي، لكنني ساضيف نقطتين ا بي وسي دونك شريطه ان تكون هاتين النقطتين يعني مرتبطتان بالمحور الافقي. يمكنني الآن إخفاء أو أولا يمكنني كما تلاحظون هنا أن أحرك النقطة B، لكن لا يمكنني أن أقوم بإخراجها خارج هذا المحور. كذلك بالنسبة للنقطة C لا يمكنني أن أخرجها أو أن أقوم بإخراجها خارج المحور الأفقي. دونك هنا فقط لأجل تبسيط هذه البرمجية. الآن سأقوم بإخفاء المحور وسأقوم بالربط بين النقاط A و B و C التي قمت بإنشائها حتى أحصل على المثلث الأول الذي هو المثلث ABC. لاحظوا هنا يمكنني أن أحرك بطبيعة الحال الرؤوس المثلث ABC كما أريد لأحصل على عدة أشكال وعدة طبيعة المثلث، يعني أن هنا أقوم بتغيير طبيعة المثلث. يمكنني أن أحصل على مثلث قائم الزاوية كما يمكنني أن أحصل على مثلث آخر يا إما متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع إلى آخره. دونك الهدف قلت من هذه البرمجية هو أننا سنعمل على توضيح هذه الخاصية خاصية تقيس المثلثات. سأحتاج إلى نقطة أخرى دونك نقطة خارج هذا المثلث، دونك هذه النقطة ستكون ارتباطية يعني يمكنني أن أضعها حيثما أريد. دونك وهنا المثلث ABC وهنا المثلث النقطة دي التي توجد خارج. انطلاقا من هذه النقطة دي سنعمل على إنجاز أو إنشاء مثلث آخر ABC يتميز بزاويتين متقيستين. سنعمل على إنشاء مثلث انطلاقا من النقطة دي تكون زاويتان فيه تقيسان على التوالي زاويتان من المثلث ABC والضلع المحصور بين الزاويتين. دونك مثلا هنا سنعمل على B و C، مثلا زاوية B والزاوية C سيكون الضلع BC يساوي الضلع المتواجد في المثلث الآخر. دونك أول شيء سنقوم به دونك سأقوم بإخفاء هذه الصورة، هذه عبارة عن الصورة سأقوم بإخفائها وسأنشئ هنا سأحتاج إلى زالقة. دونك سأقوم بإنشاء كيرسور. دونك هذه الزالقة ستكون عن طريق بطبيعة الحال ستكون من النوع نومبر عدد، دونك لن أختار زاوية أو عدد صحيح بل أختار عدد.
دونك القيمة الدنوية ستكون صفر والقيمة القوسية ستكون واحد. دونك لاحظوا معي هنا قمت بالحصول على زالقة وقام البرنامج يعني جيوجبرا قام بتسميتها دي. دونك بعد لاحقا سنقوم بتغيير هذه الحروف او هذه الاسماء. دونك في ماذا سنحتاج هذه النقطة وفي هذه في ماذا سنحتاج هذه الزالقة عفوا؟ سنحتاجها لكي ننقل الضلع بي سي، لكي ننقل الضلع بي سي من المثلث بي سي الى النقطة دي. دونك سأحتاج الى هنا ما يسمى بالإزاحة. دونك سأقوم بإزاحة الضلع بي سي الى النقطة دي. هنا سأحتاج الى هذا الشريط، دونك شريط الكتابة هنا. دونك سأقوم بإدراج ترانسلاسيون إزاحة. دونك لاحظوا معي وعندما أضغط على ترانسلاسيون تظهر لي قائمة هنا سأختار الأولى دونك ترانسلاسيون. دونك لوبجي يعني الشيء ولا الشكل الذي سأقوم بإزاحته هو ديلا بي سي. حصل على الاسم لدينا هنا بي ولدينا ا دونك ولدينا سي. دونك أضلاع المثلث بي سي وسأهتم مثلا بالضلع ا وسأقوم هنا بإدراج الاسم ديال القطعة ترانسلاسيون ديال لو سيغمون يعني ديال القطعة ا بي عفوا ديال القطعة بي سي والمتجهة التي سأستعملها في الإزاحة ستكون المتجهة بطبيعة الحال بي دي. سأقوم بنقل هذه القطعة من بي إلى دي دونك عبر الإزاحة ذات المتجهة بي دي، لكنني أريد الحصول على حركة يعني عندما أقوم بتغيير دي سأحصل على حركة وبالتالي سأضرب المتجهة بي دي في الزالقة دي. غادي نكتب هنا فيكتور سأختار الثانية فيكتور يعني تنطلق من بي أصلها بي وطرفها دي. لاحظوا معي هنا حصلت على هذه القطعة. دونك هنا حدث مشكل هو أنني عندما أردت إنشاء هذه القطعة ضغطت في الجانب الأيسر دونك هنا غرافيك نيميرو 1 وهنا عندنا غرافيك نيميرو 2 دونك سأعود إلى الخلف يجب أن أضغط على غرافيك نيميرو 2 يعني الشكل الذي سأريد إنشاءه أو أريد إنشاءه يجب أن يتواجد في غرافيك 2 وليس غرافيك 1. دونك سأعود بكتابة الأمر نفس الأمر سأقوم بكتابته. لاحظوا الآن قام بإنشاء القطعة ولم يقم بإنشائها في غرافيك 1 ولكن قام بإنشائها في غرافيك 2. الآن لاحظوا عندما أقوم بتغيير الزالقة دي فإنني أقوم بنقل الضلع بي سي من النقطة بي إلى النقطة دي. لاحظوا معي هنا دونك يمكنني إخفاء النقطة دي دونك لا حاجة لي مثلا هنا بالنقطة دي. الآن سأقوم بنقل لاحظوا معي لاحظوا عندما أقوم بتغيير هذه الزالقة سأنقل الضلع بي سي إلى لكي أحصل على الضلع بي بريم سي بريم أو بي فتحة سي فتحة. بعد ذلك سنقوم بإنشاء الزاوية هنا سنمثل الزاوية بي. لكي نمثل الزاوية بي ونحصل على شكل جد واضح سأقوم بإنشاء سيكتور وقبل ذلك سأقوم بإنشاء دائرة. دونك هنا ان سيركل دو سونتر يعني سأختار المركز وأختار الشعاع. دونك هنا سأضغط على النقطة بي وبعدها أقوم بإدخال الشعاع. دونك الشعاع الذي سنقوم بإدخاله يجب أن لا يتعدى واحد حتى لا أحصل على دائرة شعاعها كبير مثلا 0.5 أو 0.7 كأقصى قيمة ممكن. دونك لاحظوا هنا سأقوم بإنشاء هذه الدائرة. الآن سأحصل على نقط التقاطع. هنا لدينا واحد خاصية يتميز بها الجوجبرا هي أنني يمكنني إنشاء نقطة التقاطع ديال الضلع بي سي مع الدائرة والضلع بي أ كذلك مع هذه الدائرة. بطبيعة الحال الدائرة هي فقط وسيلة دونك سأقوم بإخفائها لا حاجة لي بها وسأعود إلى هذا الزر لأنشئ أن سيكتور سيركولار دونك هنا قطاع زاوي مركزه يعني مركزه بي وينطلق من أ إلى دونك لاحظوا هنا ينطلق من أ إلى إف. سأقوم بعدها بإخفاء النقطتين أ وإف ونقوم بتغيير اللون الخاص بهذا القطاع الزاوي الذي قمنا بإنشائه مثلا إلى اللون الأحمر. سأقوم بتخفيف بطبيعة الحال حجم الخط لأحصل على هذا. دونك لاحظوا معي هنا سماها لو سيكتور اف دونك حتى اقوم باستعماله لاحقا فان الاسم الخاص بهذا الشكل هذا هو اف. الان نريد ان ننقل اف دونك من النقطه بي الى النقطه بي بريم بطبيعه الحال. نريد نقل هذا الشكل هذا الذي يمثل الزاويه بي
ننقله من النقطة B إلى النقطة B'. هنا سنحتاج إلى زالقة أخرى. بطبيعة الحال أن البرمجية السابقة التي قمت بنشرها استخدمت زالقة واحدة فقط، لكن بالنسبة لمن يريد تبسيط هذه البرمجية سأحتاج إلى مجموعة من الزوالق، يعني plusieurs curseurs. هنا يمكنني أن أغير اسم الزالقة ويمكنني أن أدعه كما قام الجبر بتسميته جي، وهنا سماه جي. ستكون القيمة الدنيا هي صفر والقيمة القصوية هي واحد بطبيعة الحال. سنعود إلى شريط الكتابة وسنكتب تقريبا نفس الأمر. وهنا ترانسلاسيون سنقوم بإزاحة، وليس الآن ليس أ وإنما سنقوم بإزاحة F قطاع الذي قام بتسميته، ولن نستعمل الزالقة D بل سنستعمل الزالقة جي. لاحظوا معي سأضغط على نفس المشكل الذي حدث سابقا، هي أنني لم أضغط في جرافيك 2، دونك سأقوم بمسح إفاسي وأضغط هنا ثم أكتب الأمر من جديد. لاحظوا الآن هذا الشكل، هذا يمثل صورة الزاوية بي بالإزاحة ذات المتجهة بي بي بخيم. يعني عندما أنقل الزاوية من النقطة بي إلى الزاوية إلى النقطة بي بخيم، لاحظوا فإنني أتمكن من حصول على الشكل الذي أريد. الآن سنقوم بإنشاء نصف مستقيم، دونك نصف مستقيم يعني ينطلق من بي بخيم ويحصر لي الزاوية الملونة هنا باللون الأحمر. دونك يكفي استعمال الأيقونات الموجودة هنا. دونك سنضغط على ديمي دروات، أو قبل ذلك عفوا سنقوم بإنشاء نقطة حتى نربطه. حتى من تمكن من إنشاء نصف المستقيم يجب أن أحصل على نقطة، وهذه النقطة ماذا كيف سأحصل عليها؟ ستكون هي صورة النقطة استفتحة بدوران. هنا سنستعمل روتاسيون، دونك روتاسيون لاحظوا معي. دونك سأضغط على استفتحة التي سأقوم بإدارتها، ثم مركز الدوران الذي هو بفتحة، والآن يطلب مني إدخال زاوية الدوران. الزاوية التي سأستعملها هي الزاوية سي بي أ، وهنا سأكتب أنجل سي بي هكذا. طبيعة الحال عكس عقارب الساعة. لاحظوا معي الآن حصلت على نقطتين اسمها هنا سي فتحتان، دونك سي سكوند. يمكنني الآن إنشاء نصف المستقيم الذي ينطلق من بفتحة ويمر عبر سي فتحتان. هنا سأقوم بإعطاء أمر، سأقوم بسحب هذه النقطة سي فتحتان، دونك لن أقوم بإظهارها، سأقوم بإخفاء هذه النقطة. وهنا سأضغط على بروبريتي، دونك خصائص هذا الشكل الذي قمنا بإنشائه الذي هو عبارة عن نصف مستقيم، وسنطلب منه أن يظهر فقط إذا كانت جي يساوي واحد، دونك لن يظهر إذا كانت قيمة جي أقل من واحد، دونك يظهر فقط إذا كانت جي يساوي واحد. دونك هنا أفونسي لي كونديسيون بور افيشي لوبجي، دونك هنا غادي نقولو بلي عندما يكون الجي يساوي واحد. دونك لاحظوا عندما تكون الجي اقل، دونك عندما تكون الجي اقل فانني لن احصل على نصف مستقيم، ولكن عندما تصل قيمة الجي الى واحد فانني احصل على نصف مستقيم. وكأنني قمت بانشاء زاوية هنا لها نفس قياس الزاوية سي بي. سنقوم بنفس الامر مع الزاوية سي، وسأعود الى الدائرة، دائرة مركزها السي وشعاعها مثلا 0. كما قمنا سابقا مثل ما فعلنا سابقا 0.7 عفوا، دائرة مركزها السي وشعاعها 0.7. بعدها سأحصل على نقطتي التقاطع ديال هذه الدائرة مع ضلعي المثلث أو ضلعي الزاوية. سأقوم بإخفاء الدائرة، لا حاجة لنا بهذه الدائرة، وسنقوم بإنشاء لو سيكتور سيركولير، قطاع دائري سيكتور سيركولير. دونك هذا القطاع الذي قمنا بإنشائه سنقوم بإعطائه لون آخر حتى يظهر بشكل جيد. دونك مثلا نستعمل اللون الأزرق. نعم، الآن نريد نقل هذا الشكل الذي قمنا بإنشائه. دونك الشكل اسمه بطبيعة الحال سماه الجبر، سماه لو سيكتور بي. دونك عندما نريد إدراج الأمر الخاص بهذا الشكل سنقوم باستعمال بطبيعة الحال الحرف بي.
دونك سنقوم بنقل بي من سي الى سي بريم. دونك هنا نحتاج الى زالقه اخرى. دونك الزالقه دائما دونك هنا سيسميها مثلا اي، يمكنني ان اغير التسميه دونك ساسميها ك. دائما القيمه القصويه هي واحد والقيمه الدنويه هي بطبيعه الحال صفر. ساعود الى شريط الادوات، شريط الكتابه عفوا، واضغط نفس الامر السابق. الان سنعوض اف ببي ونعوض جي بي بك ونعوض المتجهه بي دي بالمتجهه سي سي بري. دونك لقد استعملنا نفس المشكل هنا. دونك ساقوم بمسح، يجب ان اضغط في جرافيك 2 دائما. دونك انا اقوم بنسيان ذلك احيانا، يجب ان اضغط هنا بزر الفاره ثم اقوم بادخال الامر. دونك لاحظوا هنا عندما اقوم بسحب الزالقه او تغيير قيمه الزالقه فان الزاويه السي الشكل الذي يوضح ويمثل الزاويه السي ينتقل من سي الى سي. كذلك سنقوم بانشاء نصف المستقيم. ساقوم بانشاء نصف المستقيم، ولكن قبل ذلك سنقوم بتحديد النقطه التي يمر عبرها هذا نصف المستقيم. دونك هنا سنحتاج كذلك الى دوران روتاسيون. دوران سنقوم بالضغط على النقطه بفتحه وبعدها على النقطه سفتحه، وسيطلب منا الان ادخال قيمه الزاويه. دونك الزاويه التي سنقوم بادخالها هي الزاويه ACB انجل ACB. سيكون في اتجاه عقارب الساعه وليس عكس عقارب الساعه. الان سنقوم ب ربط النقطة سي بالنقطة سي بريم بالنقطة بي سكوند بفتحة هنا. يمكنني أن أقوم بإخفاء هذه النقطة وأطلب من هذا نصف المستقيم الظهور، أطلب منه الظهور عندما يكون ك يساوي واحد فقط. يعني هنا شريطة أن تكون قيمة ك تساوي واحد. لاحظوا معي الآن يمكنني ان اعيد ك الى صفر، جي الى صفر، ثم دي. دونك لاحظوا الان لدينا المثلث ABC. سنقوم باخذ ضلع يقايس ضلع BC. هنا الشرط الاول ان المثلثين يجب ان يكون لهما ضلعان متقايسان والزاويتان المحاذيتان لهذا الضلع. دونك الزاويه الاولى تقايس الزاويه B تقايس الزاويه B فتحه، والسي تقيس الزاوية سفتح. الآن سنحتاج إلى تحديد نقطة تقاطع هذين نصف المستقيمين. هنا عندنا انترسكسيون، نضغط على نقطة التقاطع فسماها النقطة. يمكننا أن نسميها مثلا نقطة أبريم، نقطة أفتحة. هنا لدينا النقطة بفتحة ولدينا النقطة سفتحة. يمكنني أولا، لاحظوا معي هنا، دونك سأقوم بإعادة الأشكال. دونك لاحظوا إذا قمت بسحب الزالقة دي فإنني أحصل على نقط متطابقة. دونك هنا سأقوم بإدراج شرط آخر. دونك هذه النقط لن تظهر إلا إذا كانت دي يخالف صفر. إذا كانت دي يساوي صفر فإنني أطلب من هذه النقط عدم الظهور. دونك سأضغط على النقط افتحه بفتحه وصفتها في آن واحد، ثم خصائص هذه النقط سأضغط هنا افونسي وأضغط على دي وأضغط على اوكي. دونك دي يخالف صفر. لاحظوا عندما اقوم بارجاع دي الى صفر فانني احصل على المثلث ABC فقط. لن تظهر هنا النقط افتحه وبفتحه وصفتها، ولكن بعد ذلك ستقوم بالدور. كذلك هذه النقطة أفتحة يمكنني أن أضيف لها شرط آخر، هي أنني سأطلب منها الظهور فقط عندما أقوم بإنشاء المستقيم أو عندما أقوم بالحصول على نقطة التقاطع. هذه النقطة لن تظهر إلا إذا كان ك يساوي واحد. هنا سأقوم بالضغط مرة أخرى على زر بروبريتي وأقوم بتغيير قيمة دي إلى ك تساوي واحد.
دونك لاحظوا معي هنا، دونك الان ليست لدينا نقطه التقاطع بطبيعه الحال، ولكن عندما نقوم بانشاء نصف المستقيم الثاني فاننا نحصل على نقطه التقاطع. دونك هنا هذه الزالقه تمثل نقطه بطبيعه الحال، هنا يمكن تغيير هذا الامر. دونك هنا استعملت متجهه بي دي، ساستعمل المتجهه بي بريم، وساقوم بتعويض دي بي بي بريم حتى احصل على شكل انيق. دونك لاحظوا معي هنا، الان ساضيف زالقه حتى اسحب المثلث، يعني في جمله واحده اسحب المثلث ا بي سي الى المثلث ا بريم بي بريم سي بريم. دونك هنا ساضغط على زالقه اخرى، نحتاج الى 4 كورسور، هذه يسمها جي، يمكننا نسميها مثلا ام، وساضغط على القيمه الدنويه هي 0، القيمه القصوية هي بطبيعه الحال 1، وبعدها اضغط على الزر اوكي. نريد سحب هذا المثلث ا بي سي لكي ينطبق مع المثلث ا بريم بي بريم سي بريم. دونك ساعود الى هنا، اكتب الامر. دونك هذا المثلث اسمه تي 1، سميته تي 1. دونك هنا ساضغط على نفس الامر الذي قمت بادراجه سابقا، مكان بي ساقوم بكتابه تي 1 عفوا، مكان ك ساقوم بكتابه ام، ومكان سي سي بريم يمكنني ان ادع سي سي بريم لان الجمله صحيحه. المتجهه سي سي بريم تساوي المتجهه بي بي بريم، كذلك تساوي المتجهه ا بريم. دونك يمكنني ان اترك سي سي بريم كيفما هي. دونك ساضغط على اوكي. دونك لاحظوا الان ساقوم باخفاء هذه النقط، نقط ا بريم 1 بي بريم 1 سي بريم 1. يمكنني ان اعطي لون اخر لهذا المثلث مثلا اللون الاحمر. دونك سنطلب من المثلث اللون الاحمر ان يظهر فقط اذا كانت ام تخالف 0. دونك سنعيد هذه البرمجيه من جديد، لاحظوا معي. دونك هنا سندرس حاله من حالات التقايس. دونك سنقوم بانشاء مثلث اخر يتميز به الخصائص التاليه، انه له ضلع يقايس ضلع بي سي. دونك لاحظوا معي ساسحب بي سي، دونك ساحصل على مثلث اخر. المثلث الذي ساحصل عليه يتميز بكونه ضلع بي بريم سي بريم يقايس الضلع بي سي. دونك هنا يمكنني ان اقوم باضافه بعض الامر، بعض الاوامر الخاصه بالجوجبرا، هي انني اختار الرمز الذي ساعطيه لهذه القطعة. دونك لاحظوا معي هنا قمت بوصف هذه، قمت باعطائه رمزا يبين ان الضلع بي سي والضلع بي بريم سي بريم متقايسان. الان ساقوم بسحب الزاويه بي. دونك لاحظوا ساحصل على زاويه تقايس الزاويه بي، دونك هذا يعني ان الزاويتين بي وبي بريم متقايستان، وهنا سنقول ان الزاويتين سي والسي بريم متقايستان. لاحظوا عندما اقوم بتغيير بطبيعه الحال فانني احصل على دائما شكلان او مثلثان متقايسان. يمكنني الان ان استعمل الزالقه ام، لاحظوا عندما اسحب فانني احصل على مثلثان متقايسان. هنا يمكنني كذلك ان اقوم باعطاء نفس الرمز لهذا الضلع لانه يقيس بالسي ويقيس كذلك ببريم سي بريم نفس الرمز. هنا كذلك ساقوم باعطاء هذا الرمز نفس الرمز لهذين الضلعين لانهما ضلعان متقايسان، وكذلك نفس العلامة أو نفس الرمز لهذين الضلعين لأنهما كذلك متقايسان. لاحظوا الآن يمكنني أن أعود إلى الوراء، أولا سنقوم بسحب الضلع الأول، دونك الضلع بي سي والضلع بي بريم سي بريم متقايسان. سنقوم بإنشاء زاوية تقيس الزاوية بي. سنقوم الآن بإنشاء زاوية تقيس الزاوية سي، بعدها سنحصل على المثلث
هذا المثلث اسمه أبخيم ببخيم السبخ. الآن عن طريق هذه الزلغة سنوضح بأن المثلثين أبسي وأبخيم أبسي وأبخيم ببخيم سبخيم هما مثلثان متقايسان. لاحظوا إذا قمت بسحب المثلث أبسي ووضعته فوق المثلث أبخيم ببخيم سبخيم فإنني أحصل على هذه البرمجية. هي برمجية توضح كما قلت توضح الخاصية التي تحدثنا عنها خاصية تقايس. هنا الصورة التي قمت بإدراجها سابقا يمكنني أن أقوم بإعادتها. ما هي هذه الصورة؟ ربما قمت بمسحها. نعم لقد قمت بمسحها ويمكنني إعادتها. نعم لاحظوا معي لقد قمت بإعادة الصورة التي كنا قد بدأنا بها هذه الحصة وكنت قد مسحت هذه الصورة. وإذا كان لدينا مثلث ABC ومثلث RUE هذان مثلثان هما مثلثان متقايسان بطبيعة الحال لأن الزاوية A والزاوية C الزاوية A والزاوية C تقايسان على التوالي الزاوية E والزاوية E أو الزاوية A تقايس الزاوية A الزاوية U والزاوية C تقايس الزاوية E والضلع المحصور بين الزاويتين الذي هو هنا الضلع AC يقايس الضلع المحصور بين الزاويتين الذي هو ضلع UE وهذا يعني أن المثلثان هما مثلثان متقايسان وهذا ما قمنا بإنشائه عبر هذه البرمجية أو قمنا بتوضيحه عبر هذه البرمجية. سنقوم بإعادة المراحل نقوم بسحب الضلع الأول ضلع بسي يساوي الضلع ببخيم سبخيم لاحظوا هنا ضلع أسي يقايس الضلع UE الزاوية بي تقايس الزاوية بي تقايس الزاوية ببخيم هنا الزاوية A تقايس الزاوية U وهنا الزاوية C تقايس الزاوية سبخيم هنا لدينا الزاوية C تقايس الزاوية U والضلع المحصور بينهم هنا نحصل على المثلث مثلث أبخيم ببخيم سبخيم وهنا سنقوم بتوضيح أن هذين المثلثين المثلث ABC والمثلث أبخيم ببخيم سبخيم هما مثلثان قابلان للتطابق هذا يعني أنهما مثلثان متقايسان. دونك شكرا على المتابعة أتمنى أن تستفيدوا من هذه البرمجية وإلى برمجية مقبلة بحول الله.